ريكورد وهي شير سكرين. تعال نحكي على السريع عن اللي حكيناه المره الماضيه. المره الماضيه بلشنا باللي هو introduction to computers and programming، مقدمه عن الحواسيب والبرمجه. كان المره الماضيه شرحنا ثلاث مصطلحات اساسيه المفروض انت كطالب ما بدنا نحفظ، بدنا ندرك. البرنامج، شو البرنامج؟ شو معناه البرنامج؟ دائما شو الكلمه المرادفه له؟ سوفتوير. شو السوفتوير؟ على السريع هيك بالعاميه، مجموعه تعليمات بتوجه الكمبيوتر انه ينفذ وظيفه معينه. لانه حكينا الكمبيوتر بعيد عنكم دمب او جهاز اصم لا يفقه شيء، لازم انت توجهه على اساس يسوي مهمه معينه من خلال تعليمات مفصله له، لانه مش ذكي ما عنده بديهتك. بعدين اخذنا شيء اسمه بروجرامر. شو الاسم الثاني للبروجرامر ضمنيا يا شباب هلا المنتشر بين الناس؟ بدل ما نحكي بروجرامر نحكي كلمه ثانيه، شو هي؟ ديفلوبر. ديفلوبر يس، اللي هو احنا بنسميه بالساينس بنحكي سوفت وير ديفلوبر، بالعاميه ايش بنحكي؟ ديفلوبر. اللي هو مين هو الديفلوبر؟ مش اي واحد هيك مرر بالشارع ولا بقول هو ديفلوبر. مطور، مبرمج. مبرمج اللي هو عنده مبرمج. يس، اللي هو عنده كورسز، ماخذ كورسز ومهاره ومتعلمها اجمالا. ايش مكتشفه؟ يعني هو متدرب وعنده الخبره. دائما البرمجه بتتكون من ثلاث مراحل، اللي هي التصميم، البرمجه نفسها الكرييشن للبرنامج، واخر خطوه مين هي؟ العرض. انه افحص البرنامج، هي من ثلاثه. ديزاين وكرييشن. يس تمام. وحكينا عن الهاردوير، اللي هي حكينا اي شيء صلب يكون جهاز الكمبيوتر هو هاردوير. هو هاردوير مش بيدك، هاردوير. هذول اللي حكينا عنهم كثلاث مصطلحات اساسيه المحاضره السابقه. هلا وبلشنا نحكي عشان يصير عندي كمبيوتر، واتفقنا انه الكمبيوتر ليس قطعه واحده، ليس يعني ديفايس واحد، هو مجموعه ديفايسز، عده اجهزه مع بعض تربطها مع بعض بتشكل كمبيوتر. يعني للتوضيح، اذا معي مثلا بس شاشه لحالها، هل هذا كمبيوتر؟ لا، لازم يكون في مكونات اساسيه. حكينا فيه عشان تقول في عندي كمبيوتر سيستم، يعني عندي نظام كمبيوتر كامل متكامل، لازم يكون عندي خمس مكونات اساسيه. بلشنا باول واحد اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، هذا اللي بنسميه ايش قلنا بنسميه؟ الدماغ. الدماغ الجهاز تبع الكمبيوتر، اللي هو بينفذ هو بيوجه الكمبيوتر، اللي هو اللي بينفذ التعليمات اللي راح يكون بها المبرمج. طب شو اسمه الثاني؟ سي بي يو. مين سي بي يو؟ مش المين سي بي يو، ايش اسمه؟ مايكرو بروسيسر. احنا قلنا لانه كان السي بي يو زمان كبير. عفوا مين مو، بعدين صرنا التكنولوجيا تطورت صغرناه فصرنا نسميه بروسيسر. بعدين من كثر ما التكنولوجيا تطورت صار مايكرو بروسيسر، هلا صار في عندنا نانو بروسيسر، اللي هي تكنولوجيا النانو الاصغر من المايكرو بروسيسر. طيب وفي عندنا المكون الثاني الاساسي اللي هو ايش اسمه؟ الميموري. وفي الرام والكارت، سكندري ستورج، وفي عندي ايش؟ مين ميموري. التنتين بحط فيهم بيانات، بس دائما الشيء الاساسي لازم تتذكره الرام. اول شيء مؤقته، ايش مالها؟ مؤقته، مجرد ما ينفصل شو اسمه، ينفصل التيار تفقد المعلومات، او سكرت برنامجك شو بسوي فيها السي بي؟ بلغيها. ايوه شيلها، بلغى. طب مين الاسرع؟ رام. ليش الرام لازم تكون سريعه؟ طيب واحد سالك ليش الرام لازم تكون عشان ينقل المعلومات من الهارد ديسك او مكان التخزين للسي بي يو. يس، لانه تذكر القاعده الاساسيه السي بي يو سريع جدا، عشان هيك برضه مدعوم بالكاش بيكون 100%. يعني المين ميموري اللي هي بالاساس الرام، عشان اسرع كمان عمليه توريد البيانات من الرام للسي بي يو بنحط ايش؟ كاش ميموري. شرحت لكم مثال انه انا في موظف قاعد بناولني وراه، فبدال ما اخليه واحد بجيب كمان واحد ثاني جنبي يستقبل من موظف ينظمهم يعطيني اياهم. حسب السي بي يو مثلا الاي 7 الى حد معين من الرامات، بعدين على الفاضي صحيح توصل ل 64 ما في حاجتها انت. يعني تصور شوي مغبش مش اللهم صل وسلم. بقول لك الرام لحد معين وخلص، يعني السي بي يو مثلا اي 5 يعني ال 32 جيجا، بس بعدين ببطل يستوعب خلص. يعني كل شو ما حطيت زياده هاي شو الحد تبعها؟ بسرعه بس معلومه قراتها بدي اعرفها، مش عارفها كويس، مش عارف تحصلها.
أنا والله بالضبط ما أنا فاهم شو السؤال، بس على كل اللي فهمته اللي فهمته الرام في لها سعة 16 جيجا 32 64 وتقدر. هلا عشان تفهم ملحوظة مهمة، هلا إذا رامك مثلا حجمها 16 جيجا، أنت فعليا لما يشتغل كمبيوترك ما بعطيك الكمبيوتر شو اسمه، ما بعطيك 16 جيجا كاملين. الأوبريتنج سيستم بيخصص لك جزء من الرام، يعني ممكن يعطيك من 16 مثلا لبرامجك، ممكن يعطيك من 16 يعطيك مثلا 8، لأن الأوبريتنج سيستم نفسه الويندوز يلا وصل وائل بس ثواني، الأوبريتنج سيستم بعطيك مثلا بيحجز أوريدي جزء ثابت من الرام للأوبريتنج سيستم لنفسه، فمن 16 جيجا راح يروح مثلا نحكي مجازا 4 جيجا للأوبريتنج سيستم. عندي سؤال عن هاي المعلومة دكتور. طيب ثواني بس هسا انا قبل كان عندي رام 10 جيجا كان ماخذ تقريبا 2 جيجا للاوبريتنج سيستم. يس بعدين طورت يعني مع الزمن صار عندي هسه 16، بس هسه مش ما مش قايل لي كم ماخذ من الاوبريتنج سيستم، يعني قديش ماخذ هو. بدك تدخل على اللي هي الـ كنترول جديد وعملوا لنا ابديت للمحاضره انه مفتوحه، بدك تدخل على التاسك مانجر بنسميه وتطلع على الجهاز هذا، تكبس يعني الت كنترول ديليت وهي هون تاسك مانجر اذا شايفين كنترول شيفت اسكيب. هي بصير اورجيك كل واحد شو ماخذ وقديش عندك فيه. في عندك هي هون بيرفورمانس، هي بقول لك مثلا السي بي يو تبعي مثلا هل قد البروسيسرز هل قد. في عندك مثلا الهيستوري اب مثلا كل برنامج شو اخذ. هلا هاي شغلات يعني مش يعني هلا ضمن مادتنا احنا نفهم ان جنرال، هلا بالتفصيل هذا قالوا لي اياها بعدين، يعني اسالوني بعد المحاضره بجاوبكم عليها على اساس احنا كمان نمشي في المحاضره. تمام طيب بس للعلم بالشيء، الرام لما تقول عنده 16 جيجا مش الى كلهم 16 جيجا، الاوبريتنج سيستم بنظم في حصه لكل برنامج، يعني انت عندك 16 لما اشغل مثلا لعبه ما بقول ال 16 كلهم للعبه، الكمبيوتر بكون منظم لك انه مثلا هاي اللعبه لها مثلا مجازا 1 جيجا من ال 16، بصير يحمل الداتا اللازمه. هلا بعالج بعبي في الرام لحد 1 جيجا وما بحمل بعدها، بستنى بس الكمبيوتر عالج هدول بطلع ال 1 جيجا هدول وبدخل وراهم شيء ثاني يتبع لهذا البرنامج. هيك الكمبيوتر بيشتغل. راح تاخذوا لقدام انتم ماده اسمها او اس اوبريتنج سيستم وتفهم كيف الاوبريتنج سيستم سواء ويندوز ولا ماك او اس ولا اندرويد مثلا ولا اي او اس تبع الايفون كيف بيشتغلوا، هم كلهم نفس المبدا، يعني هو بالنهايه ديفايس زي الكمبيوتر بده يشتغل بهاي التكنولوجيا، فبصير تفهم كيف الاوبريتنج سيستم بنظم هاي الشغله. فانتوا اصبروا شوي شوي، يعني احنا هلا بدنا ناخذ ال حكينا المبدا خلينا نحكي المعلومه الاساسيه البيسك انفورميشن نوت كيف الكمبيوتر بيشتغل. هلا الديتيلز بتيجي شوي شوي معك، خلينا نجي نحكي. تمام طيب يعني الذاكره الرئيسيه هي الرام بالاساس وبيجي معها مساعد لها ايش الكاش. طب ثواني للتذكير بالشيء، ليش الرام سموها راندوم اكسس؟ في شيء اسمه سيكوينشال اكسس وفي شيء اسمه راندوم اكسس. احكي دكتور احكي. راندوم اكسس لانها تروح تطلع المعلومه اللي انت بدك اياها، اما ايش ثانيه؟ سيكوينشال اكسس. سيكوينشال اكسس اللي هي بصير يمر معلومه معلومه قبل ما يوصل للمعلومه اللي بدي اياها. يس يعني الراندوم اكسس الوصول العشوائي، يعني كل شيء مفتوح قدامك مباشره بتوصل للمعلومه اللي بدك اياها، زي لما تسمع اغنيه على مثلا موجود على فلاش او سي دي بتنتقل مباشره للاغنيه اللي بدك اياها بتقول هاي 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 هاي. بينما سيكوينشال اكسس بدك تمشي بالتسلسل من اول الاغنيه مثلا لاخر اغنيه زي شريط التيب تبع السيارات القديم. فاذا كانت الرام سيكوينشال اكسس راح ضيعت كل سرعه السي بي يو، انت سرعه معالجته كلها راحت، لانه بعد استنى قبل ما تجيب له الرام التعليمي وبعدين المعلومه تبعته وبعدين يعالجها. فالرام راندوم اكسس ميموري. طيب وللتذكير النقطه اللي وصلنا عندها المحاضره الماضيه اللي هي السكندري ستوريج، وحدات التخزين الثانويه، هاي اللي بتخزن البيانات لايش؟ لونج بيريود، فترات طويله. فترات طويله اللي هي مش مقصود بيرمننت، قلنا بيرمننت بالانجليزي ما بنقدر نحذفها، اما اللونج بيريود هاي بنقدر نحذفها. يس يعني وقت ما يجي عبال احذف بحذف. حكينا اوضح مثال على سكندري ستوريج اللي هو الهارد ديسك اللي هو الديسك درايف. طبعا من الامثله الديسك درايف والفلوبي ديسك والسي دي دي في دي بلوراي
اللي هي الاوبتيكال ديفايسز بنسميها واليو اس بي. طيب سؤال بسألك اياه، لما واحد يجي يسألك يقول لك لما بدي اخزن بياناتي لفترات طويله تمام، ايش الانسب استخدمه؟ شو لازم تجاوبه الذكي؟ ما يجاوب مباشره، بده يساله كم سؤال؟ ثلاث اسئله اللي هم اول شيء قديش حجم الداتا، ثاني شيء قديه بدك سرعه التخزين 100% تخزين استرجاع يعني ثالث فتره التخزين، ثالث شيء كم السعر مزبوط؟ يس 100% هم ثلاثه. هلا فتره التخزين ما لها علاقه، لا حكينا سكندر استرج كلهم بيخزنوا لقد ما بدك. هلا دائما بسالني واحد بده استرج بدي اعمل سكندر استرج، بقول له قديش بدك شو اسمه اول شيء، شو حجم البيانات تبعتك، سرعة التخزين واسترجاع البيانات كيف بدك اياها، سريعة بطيئة بتفرقش يعني معك السرعة، وقديش المصاري اللي معك. هدول دائما الثلاثة. هلا دائما للعلم بالشيء، تعال افهمكم شغلة أساسية عشان تحكم. دائما بالسوق لما تيجي تشتغل بده يكون قرارك مبني على شيء واقعي، يعني بدك تقاطب الواقع. 90% من قراراتك دائما مرتبطة بالمادة بالمصاري قديش التكلفة، لأنه هذا هيك الناس بتشتغل. بعدين تقول مثلا السرعه والحجم اللي بدك اياه، كثير تجبر الناس على الخيار اللي بدك اياه. هلا التخزين السكندري للعلم بالشيء بس، وهي حلو انكم تفهموها، في ثلاث طرق لتخزين البيانات، في الهارد ديسك والفلوبي ديسك والتيب، هدول بنسميهم ماجنتيك تكنولوجي او ماجنتيك ديفايسز. شو يعني ماجنتيك؟ مغناطيس. مغناطيس شو فيه؟ تجاذب وتنافر. السيديات كسي دي او بلوري او دي في دي هدول بنسميهم اوبتيكال. شو يعني اوبتيكال؟ التكنولوجيا تبعتهم مبنيه على الضوء. طيب واليو اس بي اللي هي بنسميها الكتريكال سيركتس. طب تعال افهمك شغله للعلم بالشيء، اي شيء الكمبيوتر بيتعامل معه، الكمبيوتر ما بيفهم لا احرف ولا ارقام ولا صور ولا صوت. الكمبيوتر بيفهمش غير شغلتين، شو هم؟ صفر واحد. راح اوريكم اياها كمان شوي كيف الكمبيوتر بصير يتعامل مع البيانات، كيف الاحرف، كيف الصور، كيف الصوت. طيب هلا بالماجنتيك هو الهارد ديسك مثلا. الهارد ديسك هو عباره عن اسطوانه حديديه معدنيه مقسمه لدوائر لمسارات تراكس، كل تراك مقسم فيه مقطع 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 مقطع. طب كيف بيتم تخزين البيانات عليه؟ البيانات راح تتخزن اما مجموعه من الاصفار والوحدات يعني بالتسلسل 0 1 1 0 0 0 1 هيك. طب كيف تتخزن بيانات عن الكمبيوتر؟ في الماجنتيك ديفايسز زي الهارد ديسك زي الفلوبي ديسك بكون في شرحه، نحكي نفترض انه في عندك شريط موزع عليه مجازا يعني كتشبيه وليس هيك الواقع بس مجازا، موزع عليه براده حديد موزع، بيجي الراس القارئ او اللي هو يعني الراس سواء بيقرا او بكتب، شو بيسوي عشان يخزن معلومات؟ بيخزنها على شكل اصفار وحدات. بيجي الراس فوق السطح هذا الموجود بتطلع هلا بالحديد، اذا وجهت برادة حديد قربت عليها مغناطيس شو بتسوي؟ بتتقارب مع بعضها تتجاذب صح؟ فحديد المفروض إذا وجهت المغناطيس على منطقة معينة منه بتجاذبه فبتكون كتلة، اللي بعد منها مثلا يعني حديد هذا موجب مع سالب بتجاذبه. طيب سالب مع سالب شو بسوي؟ تنافر. فبالتالي بشتت الحديد، يعني في مناطق بدي اكتب واحد بجمع الحديد مع بعض، بدي اكتب صفر بوجه عليه سالب مع سالب شو بصير؟ بتشتت. يعني بجمع براده هون اللي جنبها مثلا بدي اكتب هون كتبت واحد، بعمل تجاذب بتجمع الحديد، فبصير عندي شحنه ايش هون موجوده، شحنه كهربائيه مثلا نحكي مثلا موجبه، عملت تنافر فضيت المنطقه هاي صارت شحنه سالبه، فالموجب مثلا واحد السالب ايش؟ صفر. جمعت حديد صار في عندي شحنة، بعدت الحديد عن بعض راحت الشحنة، هاي كتابت واحد وصفر. هلا الهارد ديسك درايف هو الأرخص كتكنولوجي يعني معدن بسيط وتحطه، بس فيه مشكلة عشان تقرأ المعلومة هاي اسطوانة فيها فيزيكال موفمنتس، يعني بيصير اسطوانة هاي تلف والرأس يتحرك لقدام ولورا قبل ما يوصل للمكان اللي بده إياه للسيكتور والسيكشن الموجود فيه الداتا، فبأخذ وقت بصير الراس لما بيقرأ يطلع على السطح المجمع عليه مثلا البرادة الحديد نحكي مثلا، إذا صار تجاذب معناته هذا واحد، إذا صار تنافر معناته هذا صفر تمام. فالهارد ديسك كتكلفة التصنيع
اخف بكثير مثلا من الوحدات الثانيه، بس وقت الوصول للمعلومه والكتابه يعتبر بده وقت شوي. طيب ثواني قول لي هي الماجنتيك دكتور، والهارد ديسك كمان شو اسمه كثير في تلف كثير بخرب بسرعه، في حركه في حركه، لانه لما تشغل الهارد ديسك شو بتسوي الاسطوانه بتتحرك اي شيء في موفمنت بعد فتره بده ينهري. فهمت علي كيف؟ طيب ثواني يا انا اسال يوسف. بقول لك انا عندي في البيت يعني بغير الديسكات للابتوبات كثير، فالفكره عندي انه وتقرا منه كثير يعني مشغل العاب 100% مش العاب القصه يعني فيديوهاتي الفكره، فالفكره انه بغير الديسكات لاكثر من اللابتوب، فعندي الديسكات ضربت لحالها عشان بشيلها وبرجعها وما بعرف، لانك بتكون تحرك جهازك والجهاز قاعد بقرا من الهارد ديسك، ما بصير الهارد ديسك جهاز ميكانيكال يعني ميكانيكي بتحرك في حركه، فما بصير وهو بقرأ وبكتب انت والله تقعد تحرك فيه، ما هو الرأس يعني ملامس للأسطوانة، إذا لمسها أحطها، هو المفروض ما يلامسها، هو من بعيد يوجه عليها شحنة سالب موجب سالب موجب تجاذب تنافر، فأنت ما بصير الهارد ديسك يقرأ ويكتب بأنك تحرك. فهلأ نيجي نحكي عن الأوبتيكال ديفايسز. الأوبتيكال ديفايسز شو مبدأها؟ الماجنتيك تجاذب وتنافر. طب السي دي شو مبدأه؟ السي دي بكون عندك سطح السي دي وهو عبارة عن مادة كريستالية، خلينا نحكي مجازاً، إحنا نحكي بس عشان نفهم المبدأ، محطوطة بشكل متعرج. هلأ دائماً السطح الأملس لو سلطت عليه ضوء شو بيسوي؟ وجه ضوء على المراية برتد عليك. طب وجهه على حيط خشنة برتد عليك ولا لا؟ برتدش. نعم. فمعناته بالأوبتيكال ديفايسز بالسي دي أو بالدي في دي أو بالبلوري، لما بدي أكتب بصيغة الكمبيوتر اللي هي أصفار واحدة، بيجي بلحظة الكتابة بيجي عدسة حارقة، تكون السي دي يلف، العدسة بتحركها ذراع ميكانيكية بنفس مبدأ السي بي يو، اسطوانة فيها خلينا نحكي تراكس مقسمة لسيكتورز، فيها دوائر، بدي أكتب على السي دي، ببلش يجي بوجه على الدويرة الأولى على المقطع الأول منها، بدي أكتب واحد وجنبه صفر، كيف بدي أكتب واحد؟ بيجي بطلع في البداية بيكون السطح خشن، في عدسة فيها أشعة ليزر، الليزر بحرق، بتوجه على السطح الخشن احرقه بالليزر، شو بصير السطح الخشن؟ املس. املس ليش املس؟ شو الهدف منه يكون املس؟ انه لما تيجي العدسه تقرا مش تكتب، لما بدها تكتب بتحرق السطح، لما بدها تقرا بتسلط الضوء، اذا ارتد الضوء معناته ايش هذا؟ واحد. طيب والصفر كيف بكتبه؟ تيجي على السطح بتخشنه، فبالتالي لما اسلط الضوء على سطح خشن ما بيرتد عموديا، بصير ايش يسوي؟ بتتت يمين ويسار، لما أسلط عليها ضوء برجع ليش الضوء، فمعناته هذا إيش هو؟ صفر. إذا رجع ضوء هو واحد، لأن السطح الأملس بيعكس الضوء، إذا ما رجع الضوء فهي صفر. فهمنا شو الفكرة؟ هلأ هنا لاحظوا معي السي دي إله بالعادة بقول لك السي دي بتقدر تنسخ عليه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، ليش؟ لأنه عملية الكتابة على السي دي هي مبدأ حرق، بكون في لايرز طبقات فيه، السي دي في طبقه واحده بتقدر تنسخ عليه كم مره؟ مره واحده. السي دي مكون من طبقتين تقدر تنسخ عليه كم مره؟ تقدر تحرق وجهه كم مره؟ مرتين. في يعني لحد اقصى حد يعني اللي انا سمعت عنه بتقدر تنسخ لخمس مرات، هدول خرافيات يعني، حاطين على السي دي كم طبقه؟ خمسه. فهمتوا علي كيف؟ فهون هاي اوبتيكال ديفايسز. الماجنتيك بتقدر تجمع الحديد وتوزعه قد ما بدك عادي يعني عدد كبير من المرات. الاوبتيكال تحرق، الحرق مسموح لك مره مرتين ثلاثه، تمام. الماجنتيك والاوبتيكال هو عباره عن اسطوانه وفي راس بيمشي قدامها، والاسطوانه هاي شو بتكون تسوي؟ لف. عشان هيك هدول الاثنين يعتبروا بطيئين لانهم فيهم ميكانيكال موفمنت، عشان هيك سرعه نسخ البيانات او سحب البيانات منهم بدها شويه. بينما ليش اليو اس بي او اللي هلا صار الجديد نسميه الاس اس دي اللي هي سوليد ستيت، شو يعني سوليد؟ سوليد ثابت ما بيتحرك، هذا مش زي الهارد ديسك درايف بعد يلف، سوليد سوليد يعني ثابت. الفلاشه شو مبداها؟ بدها تخزن اصفار وحده. تخيل الفلاشه كيف عندي سلكين كهرباء، تمام، انا بحط وضعيه يا ببعدهم عن بعض يا بقربهم على بعض، والواحد كيف يعني؟ يعني زي سلكين كهرباء بيناتهم مفتاح اون واوف، اذا حطيت المفتاح اون اتصلوا السلكين، اذا فتحت المفتاح فيش اتصال. هدول بتحط مثلا بدي اكتب انا اصفار وحدات، اذا بدي اكتب مثلا واحد واحد صفر بخزن عليهم،
واحد واحد صفر بخلي بكون عندي تلت سلاك. السلكين الأولانيات هدول يعني تلت مسارات للتيار كهربائي. المسار الأول بخليه أون، لما تسري فيه الكهرباء خلاص هذا معناته واحد. المسار الثاني مثلا بخزن واحد واحد صفر زي ما قلنا. المسار الثاني برضو السلكين متصلات، فلما تسري فيه الكهرباء برضو أون يعني شغال، فهذا واحد. المسار الثالث بخليه مفتوح، لما أوجه الكهرباء في المسار الثالث ما راح يشتري التيار لأنه فيش اتصال، فإيش بطلع؟ زيرو. فبالتالي ليش الـ USB أو الـ Solid State أسرع من مثلاً الـ Hard Disk التقليدي اللي هو الماجنتيك ومن الأوبتيكال؟ الـ USB فيش فيها Physical Movements، فيها Gates بنسميها أو فيها مفاتيح كهرباء، خلينا نحكي On Off، يا بتوصل السلكين يا بتبعد السلكين. فبالتالي الفلاشة سرعة يعني استرجاع البيانات أو الكتابة عليها هي بس عملية سريان تيار كهربائي، عشان هيك سرعتها شمالها سريعة. 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 شو الفرق بيناتهم؟ عشان لما يجي واحد يقول لك مثلاً يعني ليش الـ USB أسرع أو الـ Solid State الـ SSD بنسميه Hard Disk أسرع؟ لأنه هدول التكنولوجيا تبعتهم هداك ماجنتكس وفي تجاذب وتنافر عشان ينسخ ويقرأ، وفي إيش ماله، في روتيشن، في ميكانيكال موفمنت هو والسي دي. فبالتالي الأسرع هو أكيد دائماً اللي هو اللي بيشتغلوا على مبدأ اللي هي الإلكتريكال جيتس اللي هي الـ USB والـ SSD. الأبطأ هو التانين اللي هي الأوبتيكال ديفايسز والماجنتيك ديفايسز. بس هلأ كل إشي سرعة دائماً يقابلها سعر، كل ما زادت السرعة كل ما كان السعر شماله أغلى، لأنه أنت بتصير تحط يعني جيتس كهربائية أكتر، وهي تكلفتها شوي أعلى. بينما هذيك برادة حديد هيك بترش على الوجه زي برش قصة حلب على الكنافة هيك وبيمشي، خلاص بتكلفش التصنيع العالي طبعا. تمام، ففهمنا يعني شو الفكرة هون. أنا هاي المعلومة حكيتها بس عشان أنت تفهمها، يعني كطالب كمبيوتر أو غير طالب كمبيوتر حلو إنك تكون فاهم هاي المعلومة. معايا يا شباب؟ معك. ففهمنا ليش الـ USB أسرع من الـ Hard Disk وأسرع من الـ Optical Devices، لأنه هذاك ماجنتيك شغال على مبدأ ماجنتيك، وفي إيش كمان أهم من الماجنتيك؟ Mechanical Movement. في أسطوانات بدها تلف وفي رأس بده يمشي عليها يشوف وين أنا واصل. في عندي Physical Movement، فهاي راح تأخذ وقت. وفي عندي بس أوصل للموقع اللي بدي إياه بدي أعمل تجاذب وتنافر عشان أقرأ صفر ولا واحد أو أكتب. الأوبتيكال ديفايسز نفس الشيء، في فيزيكال موفمنت، في روتيشن، السي دي بده يلف يلف عشان اكتب بدي اقعد احرق، بدي احرق امسك على السي دي اطول وحده لانه بتقعد تحرق انت شوي شوي قاعد تحرق السطح، تعمله املس ولا خشن. فهذا ابطاهم يعني يعتبر في النسخ في الديفايسز الموجوده حاليا. هلا السي دي صار الأوبتيكال ديفايسز الاسرعهم هو اليو اس بي. الحل الاوسط اللي هو سرعته معقوله وتكلفته معقوله هو الهارد ديسك. عشان هيك الموست كومن يعني لاحظ حتى في الكتاب هاي هم حاطين اكون الموست كومن. شو يعني الموست كومن تايب؟ يعني اكثر انواع السكندري ستورج انتشارا هو الهارد ديسك. ليش؟ لانه هو اجل بالوسط، تكلفته وسط يعني معقوله وسرعته كمان معقوله. هو ليس الاسرع وليس الارخص، ولكن هو جاي بالوسط، هو اللي بمقدور غالبيه الناس تشتري. وحجمه الستورج تبعه كمان شو ماله وصف. يعني المساحات اللي بقدر أخزن فيها أكبر من الوحدات الثانية. فهمتوا علي؟ هلأ الشركات تقدر تعمل لك USB مثلاً 1 تيرا حجمها، بس شو بطلع سعرها على الناس؟ غالي. طيب من ناحية إنتاج كبزنس ما بقدر أجي والله أحكي لك والله عندك فلاشة 1 تيرا حقها 1000 دينار، بينما الهارد ديسك حقه 40 دينار الـ 1 تيرا. من 40 ليرة لـ 1000 في فرق كبير، الناس بتشتريش منها. أنت كمان بدك تراعي الوضع العام. طيب هذا انا حكيت كثير الساعه 12:30. طيب خلينا على السريع نكمل على النقاط الاساسيه. يعني اول ثلاث مكونات سي بي يو دماغ الكمبيوتر، مين ميموري اللي هي الذاكره اللي بحمل فيها الكمبيوتر البرامج والداتا تبعتها لحظه تنفيذها. البيانات اللي بخزنها بشكل طويل بستخدم سكندري ستورج، بالعاده بيكون بالكمبيوتر على هارد ديسك. تمام، اذا بدي اصير اسحب بيانات من كمبيوتر اروح انقلها على كمبيوتر ثاني احملها معي، بقدر استخدم اللي هي اما سي ديز او يو اس بي او اكسترنال هارد ديسك. اكسترنال هارد ديسك هون المقصود هون الهارد ديسك اللي هو اللوكال هارد ديسك الموجود جوا الجهاز، هذا ما بتفكر هذا دائما موجود مع الجهاز يخزن البيانات تبع جهازك.
إذا تنقلها لبرا بصير تحطها بوحدة تخزين خارجية، في بتقدر تحط زي ما حكينا سيديات أو فلوب، اللي فلوب أوريدي راح، أو يو اس بي أو إكسترنال هارد ديسك. تمام. طب الفلاش يا دكتور مثال على السكندري ستورج؟ الفلاش السكندري ستورج مش بتخزن عليها بيانات لفترات طويلة. أي شيء بخزن بيانات لفترات طويلة مش مؤقتا، طول ما بتصير فيه الكهرباء والله يا حافظ الداتا، راحت الكهرباء خلاص راحت الداتا. اللي بيخزن الداتا بشكل بالعامية نحكي لفترات طويلة اللي هو دائم بالعربي بنحكي، بس بتقدر تحذفه يعني قدام، هذا اسمه secondary storage. اللي بخزن البيانات مؤقتا لحظة المعالجة شو اسمه هذا؟ main storage. main storage yes، أو اللي هو احنا بنسميه main memory حتى بالأصح، اللي هي ذاكرة للCPU عشان توجهه. تمام؟ طيب هلا المكون الرابع الاساسي عشان يصير عندي كمبيوتر سيستم اللي هو مين؟ انبوت ديفايسز. شو هي الانبوت ديفايسز؟ اللي هي الكمبيوتر دائما مبداه بتعطيه بيانات، بتعطيه داتا بنسميها داتا عشوائيه، تمام، يروح هو يعالجها ويظهر لك اياها بشكل مرتب. يعني عشان تفهموا الفكره على السريع، مثلا انتوا هلا بتيجوا على الجامعه، ناخذ منك كبيانات كسيستم، انا بديش احكي كلوجيك بني ادمين، كسيستم كمبيوتر. باجي بقول لك مثلا اعطيني رقمك الوطني، اعطيني اسمك، اعطيني سنة ميلادك، اعطيني مثلا وين ساكن، اعطيني رقم تلفونك، بصير اجمع هيك بيانات عشوائيه، هاي بنسميها داتا. هلا وظيفه الكمبيوتر دائما ياخذ هاي البيانات العشوائيه ويعالجها ويطلع لك اياها بشكل شماله مرتب، بنسميه داتا، تحولت لانفورميشن مفيده. فانا بصير اخذ معلومات بشكل عشوائي عن طالب، بالنهايه باجي انا مثلا ما اشتغل على سيستم الجامعه بصير احكي بدي تقرير عن الطالب الفلاني الفلاني، فبتلاقيه يطلع لي رقمه الجامعي واسمه ومعلوماته الشخصيه وشو سجل مواد وقديش عليه مصاري، جمع لي هاي المعلومات ونظمها. هلا هاي البيانات في البدايه اجيت المها من خلال انبوت ديفايسز بشكل عشوائي بنيه داتا، بعدين بعالجها بالسي بي يو، هاي البيانات بدخلها وبخزنها عندي على السكندر ستورج، ما اجي اعالجها بحطها في الرام وببعثها للسي بي يو، بعالجها وبنسقها بشكل مرتب وبرجع بيعرض لي اياها، بطلع لي تقرير مظبط. هلا دائما انت لما تبلش تعطي الكمبيوتر بالبيانات تزوده فيها، نستخدم شيء اسمه input devices. لاحظ collect the data، تجمع البيانات and send it to the computer، وتبعثها للحاسوب اللي هو يخزنها. اذا تخزنها بشكل دائم خزنها بالهارد ديسك على سبيل المثال. طيب اذا بدي البيانات بس لحظه ادخالها مثلا هيك اجمعها وانسقها واطبعها مباشره وخلص ما بدي اخزنها، ببعثها مباشره على المين ميموري. تمام. من امثله الديفايسز اللي بتستخدمها لادخال البيانات شو هم؟ اوضح مثال دائما في شغلتين اساسيات هلا لا غنى عنهم في الكمبيوتر لادخال البيانات، مين هم؟ كيبورد وماوس. كيبورد وماوس. طب الشاشه هل تعتبر اداه ادخال؟ لا 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 الا اذا كانت حاسب اذا كانت تاتش. ايوه الشاشه هي اداه اخراج بيانات، بس اذا كان فيها تاتش يعني بقدر المسها واختار. صح. يعني شاشه التليفون، شاشه التليفون هي اداه اخراج وبنفس الوقت هي اداه ايش؟ ادخال. ادخال. اما الشاشه اللي فيش فيها تاتش هي ليست اداه ادخال، هي اداه ايش؟ اخراج. صح. اوضح مثالين لادوات الادخال اللي هم الكيبورد والماوس، وايش في كمان؟ الميكروفون، الميكروفون، الكاميرات، السكانر. تمام. الهارد ديسك، ثواني، الهارد ديسك هل هو اداه ادخال ولا اخراج للكمبيوتر؟ تنتين مع بعض. ايوه انه تذكروا معي، الهارد ديسك صح بخزن عليه البيانات، صح بخزن، يعني لما اجي اكتب البيانات عليه هاي تعتبر عمليه انبوت، انه انا بحط بيانات جوا الكمبيوتر. طيب بعد ما خزنت بيانات، بعد ما خزنتها يعني هاي خزنت عليها بيانات، هلا بدي اسحب البيانات وابعثها للسي بي يو يعالجها، هاي ايش تعتبر؟ عمليه تغذيه للسي بي يو، اعطيها عدات عشان يعالجها، هاي تعتبر لا تعتبر ادخال للسي بي يو، بس يخلص السي بي يو بنسخ عليها. يعني هو لادخال البيانات واخراجها. ممكن هلا انا بزود السي بي يو ببيانات، بقول مثلا خذ لي علامه، بدي احسب معدل طالب ومخزن له مثلا علامه 5 مواد مخزنين على الهارد ديسك، لما اسحب هدول الخمسه واعطيهم للسي بي يو هاي تسمى عمليه انبوت. السي بي يو حسب لي معدل، هلا بس يخلص السي بي يو حساب المعدل ممكن احكي له اظهره على الشاشه، او بديش اظهره على الشاشه بدي اخزنه على السيستم عندي، بدي اخزنه على السيستم يعني بدي انسخه على الهارد ديسك، فهذا صار عمليه اخراج. لما ازود السي بي يو بيانات هاي اسمها انبوت، لما اخرج من السي بي يو بيانات هذا اسمه اوتبوت. فهمتوا علي كيف؟ فانت دائما بدك تحكم هذا جهاز ادخال ولا اخراج، هل بعطي السي بي يو بيانات ولا السي بي يو بزوده بيانات؟
فهمت علي؟ يعني هل هذا بدخل بيانات على السي بي يو ولا السي بي يو بخرج له البيانات؟ اذا بدخل للسي بي يو بيانات هو اداه ادخال، اذا السي بي يو بخرج له البيانات تبعتك هو اداه اخراج. في اجهزه بتكون بنفس الوقت ادخال واخراج، زي الشاشه التاتش زي ما حكينا، او زي الهارد ديسك او سيكندري ستورج، هدول بعتبرهم ادوات ادخال واخراج، لانه بيقدروا يزودوا السي بي يو بداتا وبيقدر السي بي يو يخرج لهم داتا. وصلت؟ وصل. آخر مكون أساسي اللي هو الـ Output Devices، أدوات الإخراج، اللي هي الـ Output Devices هو أي جهاز المفروض هو يحكوا في الكتاب Output Any Information. في فرق بين كلمة Data و Information. Data هي بيانات عشوائية ما إلها معنى، كل واحد يعني منفصل عن الثاني. لما أنظمهم بشكل مرتب شو بنتج عندي؟ Information. Yes. فأي بيانات بخرجها الكمبيوتر، يعني نحكي عنها information للناس تشوفها أو للأجل للقطعة الثانية، يعني خزن على الهارد ديسك على أي سكندر ستوريج، هذه بنسميها output. هاي اسم نسميها output. دائماً output لاحظ الداتا is sent to an output device، البيانات يتم إخراجها ل output device لجهاز إخراج بحيث أنها تكون منسقة and presents it، يعني بحيث أنها تكون منسقة مهيئة بشكل مرتب. زي ما قلنا كانت الداتا عشوائية، رجعت جمعت لك إياها بتقرير واحد هيك مرتب، هاي هاي الطالب الفلاني، هاي بياناته الشخصية، هاي بياناته الأكاديمية، هاي بياناته المالية، هاي شو استعار من المكتبة، نظمتهم بأسلوب شو ماله بريزنتابل بنسميه، إنه دائما بعرضها بشكل شو ماله منسق. هاي الأجهزة اللي بتظهر اللي هي سي بي يو بخرج لها البيانات المعالجة وتظهرها للناس، هاي بنسميها إيش؟ Output Devices. أوضح مثالين عليها على السريع، مين هم؟ مين أوضح مثال أدوات الإخراج؟ الشاشة. سماعة. سماعة. طابعة. سماعة. طب البروجيكتر، الداتا شو؟ مخرجات. بس مش بيخرج بيانات، مش بيظهر للناس داتا. هذا بس مش مرات يكون في مدخلات كمان كنترولز منه نفسه. من مين؟ من البروجيكتر. هلا احنا بنحكيش انه انا لما اكبس عليه اون اوف وعضوي، هذا اون اوف بعالج ببعث للسي بي يو تبع البروجيكتر. هلا انا بحكي كمبيوتري ككمبيوتر، يعني انا هاي جهاز اللابتوب تبعي وجنبه بروجيكتر. هلا فعليا الداتا شو عفوا لما اكبس على الداتا شو، انا ما بعطي انبوتس للكمبيوتر، انا بعطي انبوتس للداتا شو. بس فعليا بس بالنسبه للكمبيوتر شو، فبالنسبه من كمبيوتري للداتا شو هاي عمليه اخراج. الداتا شو ما بيزود الكمبيوتر البيانات، فهمت علي؟ الداتا شو وظيفته يعرض داتا، ما بعطي للكمبيوتر داتا. وصلت الفكرة؟ وصلت طبعا. يعني هلا عشان تقول عندي كمبيوتر لازم يتوفر عندك كم مكون؟ 5 سي بي يو ومين ميموري وسكندري ستوريج وانبوت واوتبوت، هدول هم المكونات الأساسية عشان يكون عندي كمبيوتر سيستم. لازم يتوفر الإشي الأساسي منهم، لازم يكون في عندي سي بي يو على الاكيد، لازم يكون في عندي رام على الاكيد، اذا اجى معها كاش هاي اضافه ممتازه، لازم يكون في عندي سكندر ستورج، يعني عندي هارد ديسك اذا كان متوفر معي فلاشات معاه وسيديات وكذا كمان هاي اضافه. الادوات الاخراج لازم يكون عندي كاساس شاشه ادوات ادخال، ادوات الادخال بالتسلسل اللي هم عندي كيبورد وماوس، هدول الاساس. اذا اجى معي كمان مايك وشغلات اضافيه ثانيه وكاميرا وسكانر، هذه اضافه ممتازه. الاوتبوت ديفايسز لازم على الاقل يكون في عندك ايش؟ شاشه، على اساس يكون في عندي كمبيوتر. اجى معي داتا شو، اجى معي مثلا طابعات، اجى سماعات كمان احسن واحسن. لازم يكون في عندي 5 كومبوننتس اساسيه. في ناس عم بيبعثوا لي على الشات بس مش قادر اوضح هذا. اللي بده يعلق على شغله يا شباب بيحكي لي. انا عندي سؤال للاستاذ. دكتور شو الفرق بين البروجرام والسوفت وير بشكل عام؟ هي سيمو سيمو. هلا البروجرام هو برنامج ليش. الاسم العامي بالسوق شو بنحكي له؟ شو فرقه ثاني؟ شو هو؟ عشان الطقم هذه مش سامع يا شباب شو السؤال صار؟ شو الفرق؟ الفرق بينه ما فيش فرق، السوفت وير هو نفسه بروجرام، يعني هاي لاحظ هون بتعريف الكتاب بقول لك هي هون خلينا نطلع هون البروجرام بين قوسين ايش هو؟ البروجرام هو السوفت وير. احنا بنحكي هارد وير مكونات محسوسه، سوفت وير انه يعني مكونات مش ملموسه، يعني هو زي بنحكي مبدا شيء خشن وشيء ناعم، بدناش نحكي هيك، في شيء ملموس وفي شيء مش ملموس. الهارد وير هو اللي بتقدر تحسه بايدك، السوفت وير ما بتقدر تحسه.
تمام. احنا تقريبا هي خلاص انتهت محاضرتنا، خلينا بس اخذ حضور الغياب. تمام، خلينا ناخذ حضور الغياب. ولاحظ هلا انت لحالك، انا طلع دائما بحط لكم على مبدا الكتاب تشيك بوينتس. شو يعني تشيك بوينتس؟ شيك على حالك. شو يعني كمبيوتر؟ شو يعني هاردوير؟ قدرت تجاوب هدول الاسئله معناته انت لحد هون امورك ممتازه. هدول امورك شو مالها؟ ممتازه. خليني بس عشان ضيق الوقت واطلع اللي عندهم محاضرات ورا محاضرتني، خليني بس على السريع اخذ حضور وغياب. خليني هاي اوقف التسجيل ونروح، او هاي ونروح، حتى الموس عندي انا بتعلم هاي ستوب شير، اوقف التسجيل.